هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل، كل طلاب برايمري فور مكملين مع بعض منهج الصف الرابع الابتدائي، منهج كونكت للترم الثاني. وصلت معاكم ليونت 9 ليسن 2. درسنا النهارده هنتكلم على الطعام المصري، ايجيبشن فود. هنتعرف ايه الطعام المميز اللي بتمتاز بيه مصر واللي مشهوره بيه. تمام، تعالوا كده نتعرف. اول حاجه الفول المدمس، فول مدمس، والاوليف اويل زيت الزيتون، والسيرب شراب محلى شربات، واللي بنحطه على البسبوسه بسبوسه، وكمان الجارليك اللي هو الثوم، والسيمولينا اللي هي السميد، ده نوع من الدقيق بيتصنع منه البسبوسه. طيب تعالوا نشوف بقية الكلمات كده. ناشونال، وما ننساش التي اي او بتتنطق صوت حرف الشين. ناشونال معناها وطني او قومي، يعني طعام مشهور خاص بالبلد دي. هيستوري معناها تاريخ، ووندرفول لما اوصف اكل او حاجة انه رائع، ووندرفول. ريتش السي اتش تشا تشا، ريتش غني. تمام، طيب او اكلة مليانة بقى يعني سري. هنشوف بقى في الدرس هنقرأ كالتشرال ثقافة، كالتشر ثقافة، الكالتشر التي يو ار اي بنطقها تشر تشر، كالتشر 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 ثقافة. كل بلد ليها ثقافة معينة، ليها عادات معينة في اكلها، في طريقة التعامل، عشان كده كل بلد ليها ثقافة. نيتشر طبيعة، نيتشر طبيعة برضو اخر حروف فيها اهي. سيناي ريجن يعني منطقة سيناء، سيناي ريجن منطقة سيناء. برايز جايزة، ماونتن جبل. طيب اوثر معناها مؤلف، اوثر، وانرجي طاقة، سويت حلو طعمه حلو يعني مش حادق، والهيلبفول شخص متعاون بيقدم المساعدة للآخرين، بيساعدهم، بيكون في العون معهم. هوسبيتابل يعني مضياف او شخص كريم، يعني بيقابل الضيف اللي عنده وبيرحب بيه وبيكرمه، بيقدم له واجب الضيافة. ساوث معناها جنوب، اتجاه الجنوب، وايست شرق، وكاراتي لعبة الكاراتيه، واللاند ارض. طيب تعالوا بقى، احنا في كل درس بنحفظ شوية افعال. افعالنا النهاردة هي اول حاجة الافعال، جزء الافعال بقى المنتظمة اللي بتسمع الكلام دي اللي بضيف لها دي واي دي كده. celebrate يحتفل، celebrated. continue يستمر، continue continue. السي بنطقها بساوند الكي، استمر continued. describe يصف، describe describe. السي كي describe described. cook يطبخ، السي كي برضو اهي cook cooked cooked. serve يقدم او يخدم، تمام، يقدم طعام served. طب الافعال بقى اللي ما بتسمعش الكلام اللي بنحفظها زي ما هي، mean يقصد، meant. have يملك، had. think يفكر، thought. الجي اتش ما بنطقهاش، thought. make يصنع، made. win يفوز، won فاز. know يعرف، الكي سايلنت، know عرفة. تعالوا نشوف اهم التعبيرات هي ايه. لما اقول in our country's history معناها في تاريخ بلدنا، تمام. in our history، in our country history، في تاريخ بلدنا، تمام. طيب خلي بالكم من هنا من الضمير our، معناها نا نا. بصوا كده، بصوا يا ولاد اهي الضمير our، our دي ضمير معناها ايه؟ نا بلدنا، our. طيب our country بلدنا. في مصفور مشهور بحاجة. طب let's look around us، let's هيا بنا، let's look هيا بنا ننظر حولنا، around us. it's true that صحيح ان، it's true that. under the age of تحت سن، under the age of. طيب full of energy مليان بالطاقة، full of مليان مليء بيه، energy طاقة.
continue يستمر، وما اقول continue to مستمر ليه، اعتبروا التو هنا حرف اللام. احنا قلنا حروف الجر ملهاش معنى ثابت، خدوا بالكم. be proud of يعني يكون فخور بحاجة. طيب be described with يعني بوصف، وصف بكذا. البي دي هي ام او از او ار. طيب served with بيتقدم مع حاجة او بيتقدم بحاجة، بسلطة مثلا حاجة. how about ماذا عن. طيب تعالوا نكتب الكلمات الاول وبعدين نشوف درسنا. اول كلمة، كلمة بسبوسة، هي نفس نطقها على فكرة بالعربي، قريب قوي. وهبدأ بكلمة البي، حرف البي، وزي حرف البي بالعربي. با ا، مد الالف، حرف الاي. بس، حرف الاس. بس بي، بي برضو. بو او، بس بو او يو سا اس و اي. تعالوا نشوف كلمة فول مدمس. تعالوا بص عشان المكان هنقراها من هنا اهي، بصوا كده. فول اف يو ال، مي ام اي، دا دي اي، مدمس فول مدمس. تمام. طيب تعالوا نشوف كلمة جارليك نكتبها ازاي، اللي هي توم. جا جا، حرف الجي. جا آ، مد الألف، حرف الأي. جار ر ر آر آر. جار ل ل ال لك آي، والسي هنا بنطقها بصوت حرف الكي. طب كلمة سيرب، شربات، الاس الشربات اللي هو بيتحط على الحلويات. اس سي اي، اليه الواي بنطقها بصوت حرف اليه شوية. سي را را آر، سيرب آر يو بي. طيب تعالوا كده تيرن ذا بيج، وتعالوا بقى نتعرف على اكلنا. وبصوا درسنا النهارده ايه، هو واي از ايجيبت سبيشال، يعني ليه مصر مميزه سبيشال. ايه اللي بيخلينا مميزين، وات ميكس اس سبيشال، ايه اللي بيخلي المصريين مميزين. تفتكروا كده ليه المصريين مميزين، تعالوا نشوف كده. واحنا اوفن، احنا بقى بنتكلم عن نفسنا كمصريين. وي اوفن، احنا غالبا سيليبريت، بنحتفل ثينجز بالاشياء. ان اور كانتريز هيستوري، في تاريخ بلدنا. تمام. ا كانتري لايك، بلد. مثل لايك، مثل هنا لايك معناها مثل زي، يعني ايجيبت بلد زي مصر. از فيموس فور، مشهوره ب. its history بتاريخها. and we should، احنا ينبغي علينا continue نستمر to celebrate، ان احنا نستمر نحتفل ب its rich culture، بثقافتها الثرية. الثقافة المصرية ببقى بالثقافة بالعادات بالتقاليد القديمة، نفضل نحتفل بيها زي ما هي. let's look، هيا بينا كده ننظر around us، حولنا. and say، ونقول why، ليه we should، احنا يجب علينا be proud of، نكون فخورين ب our beautiful country، ببلدنا الجميلة. here are، اليك some ideas، بعض الافكار. تعالوا نشوف the food. اول حاجة في مصر لو احنا اتكلمنا عليها في درسنا هنا، بيتكلم عن أربع جوانب. هيتكلم بقى على الفود، على الطعام اللي بيميز مصر، وعلى البيبل، وعلى الناس، وعلى النيتشر، على الطبيعة نفسها، وعلى الكالتشرال، الثقافة. طيب تعالوا ناخد جزء جزء، وهنبدأ بالطعام. وأول حاجة بيقول لي إيه بقى، بصوا كده. our food، طعامنا، can be described، ممكن انه يتوصف with one word، بكلمة واحدة. ايه هي بقى؟ wonderful، رائع. الطعام المصري، الاكل المصري wonderful. maybe، ربما، احتمال. the most famous، يعني ممكن نقول ان اكتر، the most، الاكثر famous، شهرة. الاكتر شهرة بقى في الطعام المصري هو الفول المدمس. beans، هو الفول المدمس بقى بيبدا يديني بقى ديتيلز اكتر عنه، تفاصيل اكتر عنه بقى للي ما يعرفوش. هو عباره عن ايه؟ عن beans، حبات فول، cooked، مطبوخه،
very slowly، ببطء جدا. عارفين يعني ايه؟ يعني متولع عليها النار على نار هاديه جدا عشان يطلع اللون، يطلع لونه وطعمه الجميل. تمام. served with، بيتقدم مع lots، الكثير of من اوليف اويل، زيت الزيتون and garlic والثوم. maybe، ربما، احتمال يعني، you، انت، want to read something sweet، انت بقى لو احتمال بتحب شيء حلو طعمه حلو يعني مش حادق. how about بسبوسة، ايه رأيك في البسبوسة؟ طيب هي ايه البسبوسة دي بقى؟ هيديني بقى تفاصيل عنها. thin، ماشي، sweet، سيمولينا، كيك، يعني هي كيكة من دقيق السيمولينا، مصنوعة من دقيق السيمولينا، حلوة، طعمها حلو، ورفيعة، يعني السمك بتاعها، البسبوسة بتبقى أقل من الكيكة كده، ها سمكها إيه؟ قليل، شايفين السمك؟ طيب، with بالسيرب، بالشربوت، بنسقيها بالشربوت. طيب، خلاص اتكلمنا على الطعام كده، تعالوا بقى نتكلم على الناس. the people، more than، أكثر من، هف هف، خد بالك ال silent، of Egyptians، أكثر من نص المصريين، are، بيكونوا، under the age of 30، تحت سن الثلاثين سنة. يعني المصريين لو عددهم 100 مليون، أكثر من نصهم تحت عمره، تحت سن الثلاثين سنة. this means، هذا بيعني إيه؟ we are، ان احنا بقى كمصريين بنكون full of energy، مليانين بالطاقة، اقل من سن الثيرتي دي، يعني سن شباب كتير جدا، فالشباب مليانين طاقة. we are helpful، احنا بنكون متعاونين، to each other، مع كل منا الاخر. and we are very، وبنكون جدا ايه بقى؟ friendly، ودودين، يعني كرما، to visitors، للزوار، اي حد يزورنا بنكون ودودين جدا معاه، طيبين يعني في معاملتنا، بنعامله معاملة حسنة. we are، احنا بنكون very hospitable people، ناس مضيافين جدا. hospitable يعني شخص مضياف، شخص كريم، بيكرم الشخص اللي بيجيله، الزائر، الضيف اللي عنده، hospitable. عارفين كرم الضيافة؟ ان هو يعرف يستضيفه حلو، يبقى معاملته كويسة معاه. طيب تعالوا بقى للجزء الثالث، وهو النيتشر، الطبيعة. many people، العديد من الناس، think، بيفكروا، that in Egypt، مصر، is only a desert، العديد من الناس واخدين فكرة عن مصر بيعتقدوا ان مصر هي فقط، تكون فقط، only، صحراء. it's true، انه حقيقي، يعني فعلا، هو صح. بس تعالوا نشوف يعني هيبدأ بقى ايه يوضح لنا شوية. وخلي بالكو ان it's دي اختصار ل it is، انه يكون، true، ده صح فعلا. that 90، تخيلوا ان 90% of Egypt، من مصر، من اراضي مصر، is desert، صحراء. انتوا متخيلين 90%؟ but we also، لكن احنا ايضا، have green lands، have، خلي بالكو من الفعل have معناه لدينا او عندنا، تمام؟ verb to have اللي هو فعل الملكية يا ولاد، احنا عندنا او بنمتلك، have، احنا عندنا green lands، اراضي خضراء، near the Nile، يعني the Nile، بالقرب من النيل، it's green and beautiful، الاراضي بقى بالقرب من النيل بيكون في ايه؟ في خضرة وفي جمال، تمام؟ there are mountains، يوجد، there are، خد بالك ان there are معناها يوجد، تمام؟ ها، there are، يوجد mountains، جبال، in the south، في الشمال، في منطقة south، بصوا اهي، فين يا ولاد؟ اهي في الجنوب، بصوا south، الجنوب، حابة اوريها لكم، اهي south، الجنوب، بيوجد جبال في منطقة جنوب مصر، هي عند البحر الأحمر كده اهي، and east، في الجنوب وفي الشرق، في الجنوب وفي الشرق من مصر بنلاقي جبال.
it even snows. هي ايضا يعني الجو بيبقى تلج ساعات ومطره. In the Sinai region, في منطقة سيناء بيبقى فعلا جبال سيناء بتغطيها الثلوج. طيب تعالوا بقى كده احنا شفنا المناطق، تعالوا نشوف بقى الكالتشر الثقافة. ها we make a lot of movies، احنا بنصنع الكثير من الافلام. And many والعديد of them are famous، والعديد منهم مشهورين. العديد من الافلام السينمائية اللي هي بتمثل الحياة المصرية بتكون مشهورة. We have احنا كمان عندنا authors مؤلفين who won important prize، الذين فازوا بجوائز مهمة. And of course وبالطبع we love sports، احنا بنحب الرياضة. Anyone اي واحد who loves karate، اي واحد بيحب رياضة الكاراتيه knows بيعرف الكيس ايلاند. The name اسم of one very famous karate player، لاعبة كاراتيه مشهورة جدا اسمها فريال عبد العزيز. تمام؟ طيب يعني معنى كده ان مصر مشهورة بحاجات كتيرة جدا، بالرياضة وبالافلام وبالسينما وحاجات كتيرة جدا. تعالوا بقى نشوف هنا بيقول لي ايه بقى definitions، مديني definitions. definitions دي يا ولاد بتكون كده يعني بتديني details اكتر للكلمة، information اكتر عنها، بتديني كده تعريف اكتر عنها. تعالوا نشوف كلمة special يعني ايه. special احنا قلناها مميز، طب يعني ايه اكتر بقى؟ عايزه اوضحها اكتر. هي having ان انت يكون عندك او لديك something، شيء ما different، شيء مختلف عن الاخرين. or unique that nobody else has، او شيء فريد. unique يعني فريد، شيء فريد. that nobody، لا احد اخر يكون عنده الشيء ده. يبقى انت تكون متميز بالحاجه دي، ما يكونش بشيء مختلف different، او شيء يونيك لا فريد لا يمتلكه اي حد تاني. hospitable يعني شخص مضياف، بيرحب بالضيوف والزوار. friendly and welcoming to guests، للضيوف and visitors والزوار. طب serve بقى يعني يقدم. to provide food or drinks، ان انت تقدم طعام او مشروبات. طب الاوثرز مؤلفين، جمع مؤلف. البيبل الناس، هو رايت الذين يكتبوا الموفيز الافلام اند ستوريز والقصص. طيب الريجن، الريجن دي منطقه وهي جزء اكيد من البلد، يبقى هي بارت اوف ا كانتري. طيب تعالوا نشوف بقى جزء اللانجوج، وجزء اللانجوج معايا هو عباره عن السافكس. السافكس ديت يعني اهي السافكس هي النهايات، يعني تكون كلمه عندي وازود لها كده مقطع من الحروف. مقطع يعني كذا حرف، تمام؟ اهو ثلاث حروف اهو جنب بعض، زودتهم للكلمه بقى غيرت لي الكلمه خالص. ايه ده، غيرت لي الكلمه؟ اه فعلا غيرتها لي، يعني بدل ما تبقى فعل هتبقى صفه، ما تبقى اسم هتبقى صفه، يعني الكلمه هتبقى صفة. فول دي هتحولها لي لصفة. طب هي فول معناها ايه؟ فول اوف معناها مليان بحاجة، فول اوف مليان بحاجة. طب تعالوا كده نشوف، بصوا يا ولاد لما اقول كده، بصوا كده لما اقول ايه هنا. he is a careful driver، هو شخص، هو سواق حريص. هي كير لوحدها معناها عناية او حرص. طب وفل ايه ده؟ يبقى هو مليان بالعناية والحرص. اهو بصوا be full of a certain quality، بمهارة معينة. يعني كلمة beauty، beauty معناها جمال، دي اسم. طيب حاجة بقى جميلة يبقى مليانة بالجمال، يبقى beauty full. خلاص. طب wonder، وندر اعجوبة، حاجة شايفاها ايه ده، حاجة غريبة عجيبة قوي. طب لما اقول على حاجة بقى يا دي رائعة، ها wonderful، wonderful مليئة بالعجب يعني. طب color، لون، حاجة كده لبس مثلا مليان الوان، في الوان كتيرة قوي، ها يبقى مليان بالالوان colorful، ملون. طب help، يساعد. طب شخص بقى مليان بالمساعدة، جواه طاقة كده رهيبة انه يساعد الناس، helpful، متعاون. طب يوز، يستخدم. طب حاجة مليانة بالاستخدام، يبقى حاجة مفيدة، صح؟ حاجة انت بتستخدمها كتير قوي، يوسفول، مفيد. طب كير، كير يعتني او عناية، يعني ممكن فعل وممكن تيجي العناية نفسها. فكيرفول، حريص او حذر. خلاص.
بين ألم أو يتألم، painful مؤلم، مليان بالألم، مؤلم. تمام؟ طيب هو هنا بيقول لي أحول بقى الأفعال دي أزود لها FUL كده. harm ضار، harmful harm يضر، harmful ضار، pain ألم، painful مؤلم، thank يشكر، thankful شاكر، يعني شخص بيقدم الشكر، شخص معترف بالجميل، بيشكر بابا وماما مثلا. fear خوف، fearful اللي هو الخائف نفسه، تمام، او شخص يخيف، مخوف، fearful. طيب respect يعني يحترم، respectful شخص محترم، شخص بيقدم الاحترام للاخرين. power قوة، powerful مليان بالطاقة او بالقوة، قوي، powerful. help يساعد، helpful متعاون، وجوي سعادة او متعة، joyful ممتع او مليان بالسعادة. طيب تعالوا بقى نشوف page 131 كده، والسؤال اللي هو الجنرال اكسرسايزز اون listen to. واول حاجة في السؤال هو سؤال choose. number one، فريال عبد العزيز is a very famous ايه بقى player. ها فريال عبد العزيز is a very famous karate، هي لاعبة كاراتيه. number two، many people العديد من الناس think بيعتقدوا that Egypt ان مصر is only بتكون فقط ايه a desert صحراء، farmland ارض زراعية، وforest غابة. تمام. number three، our schools cleaners يعني clean ينظف، كلينر عامل نظافة، كلينرز عمال النظافة، عمال نظافة مدرستنا. خلي بالكم الأبوستروفي اس دي معناها اس الملكية، يعني عمال النظافة اللي شغالين في مدرستنا. تمام. ار فيري بيكونوا ايه بقى جدا. طيب لما يكون كلمة ناقصة من جملة، الجملة التانية بتشرحها لي. الجملة التانية بتقول لي ايه بقى؟ they help keep، هما بيساعدوا keep our school clean، الحفاظ على مدرستنا نظيفة. يبقى هما ايه بقى؟ هما helpful، helpful متعاونين. تمام. number four، this famous، this احنا عارفين خلاص ان this دي معناها اسم اشارة، this اسم اشارة معناها هذا او هذه. تمام. this famous ايه بقى؟ has written many، يعني هذا المشهور ايه؟ كتب many successful movies، كتب العديد من الافلام الناجحة. ها طالما كتب يبقى اكيد الاوثر هو اللي بيكتب، هو المؤلف، مش التيتشر اللي هو المدرس، ولا الساينتست العالم. رقم 5، my aunt خالتي او عمتي gave us اعطتنا lots of الكثير من fruit الفاكهة and sweets والحلوى at her house في بيتها. تمام. her معناها بيتها. she is very، هي ايه بقى؟ هي hospitable، يعني هي مضيافة، هي كريمة، شخصية كريمة. تعالوا نشوف السؤال التاني، وهو قدامنا تكست وهنكمله بالكلمات اللي قدامنا. نترجم الكلمات الأول. hospitable معناها مضياف، شخص كريم بيرحب بضيوفه. visitors زوار. landis أراضي. energy طاقة. more than أكثر من. half نص. of Egyptians المصريين are بيكونوا under the age of 30 تحت سن الثلاثين سنة. Egyptians المصريين are full of بيكونوا مليانين بالإيه بقى؟ ها بالإنرجي. they are helpful to each other، هم بيكونوا متعاونين لكل منهم الآخر. they are very friendly، هما بيكونوا ودودين جدا. to ايه؟ للفيزيتورز، للزوار. and guests والضيوف.
They are very hospitable. هم مضيافين جدا. طب السؤال الثالث بقى، هنقرأ العمود الأول والعمود الثاني وهنوصلهم ببعض. Number one, learning about Egypt. يعني التعلم عن مصر إيه بقى؟ Is wonderful. طيب تعالوا نشوف كده. Learning about Egypt is wonderful. أقدر أقول it has an amazing history. It has an amazing history. It هنا قصدهم مصر. It هو ضمير بقصد بيه غير عاقل مفرد، تمام؟ فإت هنا مقصود بيها مصر، تمام. طيب has دي من فعل الملكية، من verb to have. بصوا كده اهو، لو قلت هنا verb to have فعل الملكية، has يعني بتمتلك اهي، وقلت has علشان احنا قلنا it، فإت اهي بتاخد has، it بتاخد has، وعندي has معناها تمتلك او لديها، يعني مصر لديها an amazing history، تاريخ مذهل مدهش. علشان كده ان انت تتعرف على مصر is wonderful، حاجة رائعة. Number two، الفول المدمس. ها يعتبر ايه الفول المدمس ده بقى؟ يعتبر هو مطبوخ على نار هادية جدا، ببطء جدا. is cooked very slowly، is cooked very slowly عشان يطلع طعمه حلو. Number three، we are proud of. احنا بنكون فخورين بإيه؟ ها فخورين ببلدنا الجميلة. our beautiful country، بلدنا. our ها بلدنا الجميلة. طب number four، it even snows. هي حتى بتمطر تلج بقى، snows بتكون جو تلج قوي. فين؟ ها snows في سيناي ريجن، في سيناي ريجن على جبال سينا، في وقت الشتاء بيكون الجبال بتغطيها التلج. نمبر 5، فريال عبد العزيز. فريال عبد العزيز دي ايه؟ دي لاعبة كاراتيه مشهورة، is a famous karate player، تمام؟ طيب turn the page كده، هنروح لبيج 132. والسؤال الرابع سؤال القطعة، our Egyptian food، يعني طعامنا المصري. خدوا بالكم من our هنا دي اتكررت كتير قوي، وهي من صفات الملكية. و our احنا قلنا ان هي اهي our هي الضمير نا our تمام، هي من صفات الملكية، بتعبر ان الحاجة دي بتاعتي ملكنا احنا. طيب يعني لما اقول هنا our Egyptian food يعني طعامنا المصري. can be described، ممكن ان هو يتوصف، with one word، بكلمة واحدة. ايه هي بقى؟ wonderful، رائع. the most famous food، الطعام الاكثر شهرة، is فول مدمس، هو الفول المدمس. beans، حبات الفول، cooked، بتطبخ، very slowly، ببطء جدا، على نار هادية، مش بنسويه بسرعة. served، بيتقدم، with lots of olive oil، بالكثير من زيت الزيتون، and garlic والثوم. when you want something، عندما أنت تريد شيء ما sweet، حلو، you should try بسبوسة، أنت يجب عليك أن أنت تجرب البسبوسة. وبيبدأ يشرح لك هي عبارة عن إيه بقى؟ أثين، sweet، سيمولينا، كيك، والثيرب، ماشي؟ Egyptian people are very hospitable، هم مضيافين جدا. لما تكرر الكلام وتقرأ الدرس وتكرر تاني السؤال ده، هيتكرر الكلام في مخك، فحتى لو كلمات تقيلة بالنسبة لك قوي، انت بتكررها وبتحلها تاني هنا، بترجع تقرأ القطعة تاني، فلازم هتلقط منها الكلمات. طيب number one بقى، هتحط بقى صح او غلط، true or false على قدام الكلمة. فول مدمس is served with olive oil and sweets، الفول المدمس ده بيتقدم مع زيت الزيتون ومع السويتس، مع الحلوى. لا طبعا غلط، ده بيتقدم مع زيت الزيتون والجارليك والثوم، يبقى فولس، فهنا هنكتب فولس. طيب نمبر 2، بسبوسه السالتي، سالتي يعني البسبوسه دي مالحه، اكله مالحه. لا طبعا دي سويت، يبقى غلط.
يبقى فولس. طب نمبر 3، ايجيبشن فود، الطعام المصري، از وندرفول، رائع، طبعا اكيد رائع، يبقى ترو. تعالوا نشوف السؤال بي رقم 4، وات، ماذا، كان، يو، انت بتقدر ايت، تاكله، وين، عندما، يو، انت، وونت، تريد something sweet. ها الشيء اللي انت بتستطيع تاكله لما تبقى عايز تاكل حاجة حلوة؟ ها خلي بالك هنا كلمة كان معناها يستطيع، كان معناها يستطيع، الشيء اللي انت بتقدر تاكله معناه يستطيع، فعل معناه يستطيع، كان. طيب بص هنا بيقولك ايه الشيء اللي انت بتاكله لما بتكون عايز تاكل حاجة حلوة؟ ها اكيد البسبوسة، صح كده؟ اهي هكتب له هنا البسبوسة، تمام. نمبر 5، وات دي اداة استفهام معناها ما او ماذا، بسأل بيها عن الاشياء. هو هنا بيقول لي وات از بسبوسة، ما هي البسبوسة، ايه هي، عبارة عن ايه؟ هقول له بقى الديتيلز، بقى الشرح الديفينيشن بتاعها، هي عبارة عن اثن سويت سيمولينا كيك والسيرب، هي عبارة عن كيكة بدقيق السيمولينا، بتكون حلوة ومذاقها حلو يعني، ورفيعة مش سمكها قليل، وبالشربات، ماشي. طيب تعالوا بقى للسؤال الخامس، اخر سؤال في درسنا، وسؤال الترتيب اللي مهم قوي قوي فيه تكون عارف تكوين الجملة وتكوين السؤال ايه. اول حاجة تعالوا نقرأ الكلمات، بنترجم كلمة كلمة، طريقة حل السؤال ده، وببدأ بقى اشوف دي جملة ولا سؤال. اول حاجة ار ده فعل مساعد، ار معناه يكون، تمام. فريندلي ودود، شخص طيب ودود. ايجيبشنز المصريين، very جدا. and و hospitable مضياف او كريم. طيب تعالوا نكونها، احنا هنا واضح ان في فول ستوب، يبقى انا كده هكون جمله. وتعالوا لتكوين الجمله، هو تكوين الجمله هو عباره عن فاعل وفعل، ببدا بالفاعل وبعدين الفعل. فين الفاعل هنا؟ تعالوا نشوف، بصوا كده الفاعل اهو، الفاعل ايجيبشنز المصريين، ايجيبشنز. طيب الفعل بقى، تعالوا كده ندور على الفعل اهو، ار يكونوا، المصريين يكونوا، ايجيبشنز ار يكونوا. ايه بقى؟ ابدا بقى خلاص انا كده عملت اول ركنين مهمين قوي في الجمله، الفعل والفعل، ابدا بقى اشوف بقيه الجمله. المصريين بيكونوا ايه؟ بيكونوا، ها بيكونوا مضيافين جدا وودودين، اقدر اقول بيكونوا very 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 hospitable مضيافين جدا، and friendly وودودين، and و اداة ربط بتربط بين صفتين او جملتين. نمبر 2، are يكون فعل مساعد، people ناس، Egyptian مصري، of حرف جر، فل مليء، energy طاقة. ايه ده، انا هبدأ بفاعل، انا هعمل جملة، طيب ادور على الفاعل، الفاعل Egyptian مصري، ايه هنا مصري صفة، تمام. طيب فهنا المفروض هقول ايه بقى، Egyptian people تمام، الجنسيات بعتبرها صفات، والصفة بتيجي قبل الاسم، وطالما جت هنا صفة لازم احط الاسم بعدها، فهقول Egyptian people الناس المصريين، مالهم بقى كده، انا كتبت الفاعل Egyptian people دي الفاعل، انا كده محتاجة الفعل، فين الفعل، are بيكونوا، ها full of مليانين بي energy الطاقة، تمام. Egyptian people are full of energy. تعالوا نشوف رقم 3، sweet حلو، is يكون، بسبوسة، with syrup بالشربات، أثن رفيعة، سيمولينا كيك، كيك السيمولينا. تعالوا نشوف، بدأ بالبسبوسة دي الفاعل، فين الفعل، ها is اهي البسبوسة تكون، ايه بقى، ها ابدأ اقول بقى أثن،
ها سويت سيمولينا كيك والسيرب. تمام كده. طيب كده خلصنا درسنا، خلصنا كل التدريبات اللي عليه. احنا كده خلصنا الدرس الثاني، يا رب اكون قدرت اسهل عليكم شويه الدرس وحلوا كتير، واي سؤال يقف معاكم اكتبوا لي في الكومنتس وان شاء الله ارد عليكم. تعالوا نفتح بقى الهوم ورك بتاعنا، وما ننساش الوقت ندوس على اللايك يا اولاد من فضلكم، وتعالوا نشوف كراسه الانتر اكتف نوت بوك، وهنفتح على بيج يونت 9 وهناخد كلمه في الهوم ورك اوليف اويل، اوليف اويل زيت الزيتون اوليف اويل، وكمان كلمه جارليك الثوم، جارليك الثوم. تمام كده خلصنا درسنا، باي باي.